بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دود سبورت، أهلا بكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني. وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وهو ملعب الدود سبورت. حلقة اليوم ملخص لقاء القمة والفوز ال 15 بالسوبر المصري بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك بضربات الجزاء الترجيحية. قبل ما نخش على الفيديو عايزين نعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي بطل للسوبر المصري بعد فوزه اليوم بضربات الجزاء الترجيحيه. وبالفعل بطل للمرة الخمستاشر في تاريخه. والنهاردة النادي الأهلي يصل لضربات الجزاء بعد مجهود كبير، بعد فرص ضائعة من بداية الشوط الأولاني. يعني كان النادي الأهلي فرصه أقرب بكتير من بداية المباراة، ثم كان وقت ممكن يخلص، لكن قدر الله ما شاء فعل، الفرص بتضيع ونوصل للدقيقة 120 علشان يكون النادي الأهلي يصل إلى ضربات الجزاء ويفوز على نادي الزمالك النهاردة بعد إهدار يوسف أيمن وعمر جابر وحمزة المسلوسي في النهاردة. ضيعوا كتير، لكن النادي الأهلي، مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، مبروك للنادي الأهلي وإدارته، مبروك للنادي الاهلي ولعبته، علشان النادي الاهلي بالفعل يستحق النهارده الفوز. والنادي الاهلي زي ما قلت لكم عمل كل حاجه في الكوره النهارده زي ما كان في السوبر الافريقي. كنا احنا كويسين والنادي الاهلي كان وحش، لا النهارده احنا وحشين وبالفعل النادي الاهلي حلو. علشان كده النهارده عمل مباراه محترمه، اسعد جماهير النادي الاهلي، اسعد لعيبه النادي الاهلي، اسعد اداره النادي الاهلي. وبالفعل النادي الاهلي يفوز على الزمالك بضربات الجزاء للمره ال 15 في تاريخه علشان يكون نفسه مفتوحه للقاء العين الاماراتي، اللقاء الاهم من السوبر المصري. وهيقفل النادي الاهلي النهارده الكتاب، واقفل يا كتاب التاريخ، وافتح يوم لقاء 29، افتح التاريخ علشان الساعه الكامله اللي هتكون فيها جماهير النادي الاهلي، اللي هتكون ورا النادي الاهلي في ملعب استاد القاهره. وبالفعل لقاء هيكون هام النهارده. فوزوا علينا او فوزوا على نادي الزمالك النهارده اداله دفعه كبيره جدا 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 علشان يخش لقاء العين الاماراتي وهي حالته مرتفعه، الاداء كويس، التركيز كويس، كل الدنيا كويسه. مارسيل كولر النهارده مفيش حد قده، النهارده جماهير النادي الاهلي فرحانة وسعيدة علشان واثقة في فرقتها النهاردة بضربات الجزاء. احنا كسبانين الماتش اللي فات بضربات الجزاء، النهاردة النادي الاهلي يفوز النهاردة بضربات الجزاء، والنادي الاهلي يستحق الفوز النهاردة بلا منازع علشان يحمل لقب ال 15 في تاريخه ويكون بطل السوبر المصري. وكده باذن الله تعالى يكون نفسه مفتوحة في لقاء الاهلي والعين الاماراتي، ومزيد للنادي الاهلي في لقاء العين الاماراتي. بنتمنى له كل الفوز علشان مصر كلها هتكون مع النادي الاهلي في لقاء زي ده. لازم يكون كل الاجواء موجوده، كل الدنيا كلها موجوده، علشان هيكون لقاء مصيري، لقاء صعب للغايه. والنهارده نفسه مفتوحه بعد الفوز، وبنبارك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. وبتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم يا ريت نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انتظروني غدا في حلقه جديده من ملعب الدوت سبورت باذن الله تعالى. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تقولش يا ريت تبقى عندنا بنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.